نحن متواجدين في سوق السفر العربي، هذا يعد من أهم وأكبر المعارض المعنية بقطاع السياحة على مستوى المنطقة. يشارك فيها تقريبا هذه السنة 1140 عارض في هذا المعرض، طبعا عدد كبير. الناس متشوقة أنها تعرف أكثر وتشارك وترجع الحركة الحمد لله مثل ما عهدناها سابقا قبل الجائحة لهذه المستويات العالية. يمكن الربع الأول من هذه السنة دولة الإمارات وإمارة الشارقة شهدنا نسب إشغال عالية، مردود كان طيب على المنشآت الفندقية وعلى القطاع السياحي. فنحن سعداء بتواجدنا اليوم لعرض هذه كل ما هو جديد في وجهتنا السياحية إمارة الشارقة، ومن خلالنا ومن خلال شركائنا. عندنا 24 مشارك من الشركاء الرئيسيين والاستراتيجيين لهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، مشاريع جديدة ومتنوعة، وبالذات المشاريع اللي تهم الناس اليوم، يعني المشاريع السياحة البيئية، سياحة المغامرات، التجارب الاستثنائية، المناطق البرية، المناطق البحرية، كلها الجبال. فهذه كلها أصبحت اليوم عليها طلب كبير من الناس، والحمد لله هذه كلها تعرض اليوم أمام الجمهور وأمام الشركات والأفراد. وبالإضافة إلى ذلك الحمد لله في مشاريع قادمة سيتم الإعلان عنها من خلال إمارة الشارقة، من جناح إمارة الشارقة وجناح هيئة الاستثمار والتطوير شروق شركائنا. فالحمد لله هذه كلها تصب في مصلحة إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وتعزز من سمعة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.